لو انا راجل يعني حاطط نفس حضرتك مثلا، انا مقدم السي في بتاعتي ليكي، انت دايما عاوزه تدوري على الحاجات المتوافقه مع الشغلانه اللي انا مقدم عليها. تمام، يعني لو قلت لحضرتك مثلا انا في الصيف اشتغلت مثلا عامل يدوي، مش تفرق معاكي في حاجه دي. لكن لو قلت لك مثلا حضرتك عاوزه مهندس، انا اشتغلت في المجال الفلاني واشتغلت على سيستم كذا كذا كذا، فانا عاوز عينيكي الراجل اللي بيعين ده عاوز عينيه تروح للحاجات اللي هو بيدور عليها. ما هو انا بيجي لي 50 سي في لو انا عاوز حد يشتغل. ماشي، انا بمسك السي في عاوز ادور بعناية تلقط الحاجه اللي بتماتش المجال بتاعي. لو قلت لي مثلا رحت عملت دور في مسلسل، طب نايس، حلو جميل، بقى عندي خبره. يخف في ايه؟ مهندس. فدايما السي في مش بالدش او مش بالكتر الكلام، ودايما الحاجات الناس تبقى كلها متفقة ان الحاجات الريسنت اللي هو اخر شغلانة بتبقى اول واحدة، اول واحدة مش العكس، بس ببتدي من اللي انا بدأت بيه لحد ما وصلت له بالظبط. وطبعا ربنا يخلي الورد وكده مخلي مودلز كتيرة قوي اللي كتبت السي في، فاحنا ممكن برضو نستفيد بيها. بس احنا عندنا برضو نقطة اني لو ما كانش السي في ثلاث صفحات محدش بيبص عليه، بالعكس ده بيخليك تقع في الغلط اكتر. عارف حضرتك لما يقول لك اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير؟ صحيح، السي في كده. لو كتبت حاجه كتير عايز ابين لكم المهارات اللي عندي، يعني عشان تتصلوا بيا تقولوا لي تعالى. هاتي بقى المهارات الريسنت، دايما تحطي الحاجات الريسنت الجديده، يعني ما تقوليش مثلا من 5 سنين كنت بلعب تنس. لا، انت بتلعب ايه دلوقتي؟ دي حاجه انا مريت بيها. يعني مش لازم في السي في، هنعرفها لما نقعد مع بعض. دايما تخليكي في السي في تحطي الحاجه الابديت اللي تجذب العين الحديثه، واللي انا لو بدور بعين حد عاوز الاقي كلمات تجذب الاتراكشن بتاعتي، اشوف ان انت فعلا بتماتشي الحته دي. يعني ناس كتير جدا، هديكي مثال صغير على مثلا حد مقدم على سوشيال ميديا. ماشي، هو السوشيال ميديا مفهومها دلوقتي ان احنا واحد مثلا بيكتب على الفيسبوك وبيرد ومش عارف. صحيح، نو، هي ما بقتش كده. دي بقت شغلانه محترفه، بقى فيها حد بيعمل كونتنت، بيعرف يكتب، حد بيعرف يصور، حد بيعرف ديزاين، فالشغلانه اتقسمت. حد بيعرف يحط استراتيجي. لما اقول لك دلوقتي انا عاوز احط السوشيال ميديا كلها تعرف سي تي في، الكل عارفاها طبعا. الناس اللي شغاله على البيج دي ناس محترفه، عارفه امتى بتحط الديزاين، عارفه ايه الديزاين اللي بيماتش، عارفه ايه الكلام اللي بيتقال، عارفه ايه الاستراتيجيه اللي هتمشي بيها القناه علشان تعرف تنقلها للناس. هو ده الكلام. لو انا بدور على حد، عاوز حد يقول لي الكلام ده، مش عاوز حد يقول لي انا كنت في الفيسبوك وعندي 12,000 فولور. انا مش بدور على بلوجر. صحيح، انا بدور على حد عنده خبره، حد ينقل استراتيجيه الشركات ويعرف يتعامل مع السوشيال ميديا. هي مش فكره ان انا قاعد على الفيسبوك وخلاص.